تزامنا مع الذكرى 71 لعيد الشرطة، أوفدت وزارة الداخلية عددا من الضباط لزيارة المستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنات واستقبال نزلاء هذه الدور بأندية الشرطة للاحتفال معهم بعيدها، كما واصل رجال الشرطة توزيع الورود على المواطنين بالشوارع. احنا ولادك يا بلادي، بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. على هامش الاحتفال بعيد الشرطة 71، تواصلت زيارات وفود من رجال الشرطة إلى المرضى بالمستشفيات للاحتفال معهم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد تلاحم الشرطة مع الشعب. فهنا بالمعهد القومي للأورام قدم طلبة كلية الشرطة هدايا تذكارية إلى المرضى من الأطفال من يتلقون العلاج بالمعهد وكذا ذويهم، في أجواء احتفالية ساهمت في رفع الروح المعنوية للمرضى. شرفنا بزيارة أكاديمية الشرطة، احنا متعودين عليها كل سنة، تدي دعم نفسي وفرحة وبهجة للأولاد للمرضى عندنا. حسيت بفرحة ما ساعدنيش صراحة يعني، وابتسامة وملوا قلوب كل واحد فينا فرحة وبهجة. فاجئنا بطلبة كلية الشرطة بصراحة، فرحونا خالص وفرحوا الأطفال خالص، واتبسطوا معاهم ولعبوهم ووزعوا عليهم الهدايا الجميلة دي. بشكرهم خالص، وبشكر طلبة كلية الشرطة، وبشكر كل اللي كانوا موجودين معانا بصراحة، وبشكر وزارة الداخلية على الهدايا الجميلة دي. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة 25 يناير. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا. كما واصلت مديريات الأمن احتفالها بهذه المناسبة من خلال إيفاد مأموريات إلى عدد من المستشفيات بنطاقها وتقديم هدايا للمرضى بها. أشكر الشرطة لأنها جاتنا ودعمتنا وجابت لنا هدايا، ونشكرهم نشكرهم من كل قلبنا، وربنا يخليهم لنا. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كما تم إيفاد مأموريات إلى دور رعاية المسنين للاحتفال معهم بعيد الشرطة، حيث تحرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم لهم بصفة دائمة. وقت لما تحتاجينا إحنا دايما هنا، لا مرة حسيت بخوف وقد الظروف، مفيش أي قوة تهزنا. احنا بنشكر وزارة الداخلية إن جت لنا النهاردة وشرفتنا الدار، وبتراعي المسنين بطريقه كويسه جدا، ومش اول مره تجي لنا، هي كل مره بتجي لنا وبتجيب لنا هدايا كويسه جدا. هم زارونا ورعونا ورحبوا بينا يعني. كما تم اصطحاب نزيلات دور رعايه المسنات الى انديه الشرطه للاحتفال معهم بعيد الشرطه في اجواء غلبت عليها الفرحه والبهجه. اليوم النهارده جميل جدا بالناس اللي معانا، الناس اللي شرفونا، الناس اللي ما بينسوناش ابدا. انا مبسوطه وسعيده جدا اللي انا مع الشرطه. بصراحه مش سايبيننا في اي مناسبه، بيجوا في العيد وييجوا في اي مناسبه تخطر على بالك تلاقي الشرطه، بصراحه يجوا لنا ويدونا هدايا ورافعين روحنا. انا مبسوطه جدا النهارده ان الناس معانا وبتحبنا وبتساندنا، وانا اول مره كمان اطلع مع وزاره الداخليه رحله على النيل. الضباط بيعملوا ويانا بصراحه ربنا كل خير، ما بيسيبوناش وبيجيبوا لنا هدايا ورافعين راسنا في بلدنا بصراحه ربنا. ايديهم لما بتملس علينا كده احنا بنحس بالطمانينه في بلدنا. واستقبلت انديه الشرطه عددا من الاطفال نزلاء دور رعايه الايتام، وتم تنظيم احتفالات وفقرات ترفيهيه لهم في اطار الدعم المقدم لهم من وزاره الداخليه على مدار العام. وكذا استقبلت المواقع الشرطيه الاطفال من نزلاء هذه الدور لتعريفهم بدور بعض القطاعات والادارات الشرطيه المختلفه في خدمه المواطنين. كل ليل بيجي بعد منه فجر، هادي جت زمان وبلدي جدا.